أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أفتيتم في دروس سابقة بتحريم تعليق الإعلانات والفتاوى في المساجد، وعندما أخبرت إمام المسجد في حينا قال ليس على هذا دليل، فهل هناك دليل على تحريم تعليق ما ذكر في المساجد؟ أنا ما قلت بالتحريم، أقول ما ينبغي هذا، ما ينبغي تعليق هذا في المساجد، لأن المساجد ليست محلا لتعليق الإعلانات والنشرات، ويشغل المصلين ويفتح المجال للمخرفين واللي يدسون الأمور على الناس، إنهم يجدعون بالمساجد منشورات، يجدعون فيها خرافات، دعايات للبدع. فإغلاق الباب عن هذا الأمر وتجنيب المساجد مثل هذه الأمور لا شك أن هذا هو الأحوط والمتعين. نعم، واللي يقول لك هذا ما عليه دليل، هذا معناه يبي يعاند بكيفه، صار بيعاند، خله على ما هو عليه، أنت بلغته خلاص. نعم.